انما نقدر نقول ان الشركه الالمانيه سيمنز يعني مش ناويه تسيب السوق المصري في الفتره اللي جايه. الحقيقه شركه سيمنز بقالها بتشتغل في مصر اكتر من 117 سنه. يعني اول مكتب فتحناه في مصر فتحته شركه سيمنز كان 1901، واول مشروع كان 1856. فيعني بقالنا لينا وجود في مصر وبنعمل مشاريع اكتر من 117 سنه. بس بيبقى في فترات كده بنقول ايه، بنقول ان الاستثمارات بتقل في فتره معينه. بنفضل موجودين بس الاستثمارات بتقل. هل احنا في الفتره بعد ما نخلص الثلاث محطات بني سويف وبرولوس والعاصمه الاداريه الجديده، هل احنا في مرحله هتقل استثماراتنا ولا لا؟ احنا عندنا سوق النهارده ممكن يستوعب استثمارات اكتر من الشركه الالمانيه دي. هو الحقيقه احنا حاليا بنستثمر، بننشئ مركز للخدمات في العين السخنه في منطقه الاقتصاديه لقناه السويس، وده مركز هيقدم صيانه وخدمات لجميع الاجهزه الدواره زي التوربينات الغازيه والبخاريه والضواغط، سواء لقطاع الكهرباء او للقطاع الصناعي او لقطاع الغاز والبترول. وده مركز اول مره يكون موجود مركز زيه في مصر، وده مهم جدا لانه هيدخل تكنولوجيا جديده هيخلق وظائف عمل مختلفه ومش موجوده في السوق المصري حاليا، وهيقدر ان هو يخلق كوادر تقدر تعمل صيانه وخدمات للمحطات الكهرباء اللي موجوده سواء في قطاع توليد الطاقه او في قطاع الصناعي او قطاع الغاز والبترول. فده احنا حاليا بنستثمر لان احنا شايفين ده سوق واعد في مصر سواء في قطاع الكهرباء او الغاز والبترول او قطاع الصناعي.